بيستعمل فكره البايسيكل موديل للسياره. البايسيكل موديل للسياره فكرته انه عندي لما بدي اقول مظبوط انا عندي اربع عجال، بس انا ممكن امثل الموديل كله بعجل ثابت وعجل متحرك بنعمل عليه ستيرنج. وهذا لما ببدا بلف هذا العجل، الخط العمودي اللي بروح من هذا العجل بيلتقم الخط العمودي اللي جاي من هذا العجل في نقطة معينة اللي هي صارت الراديوس اوف روتيشن. وحتى كمان تتذكروا في عندي ديفرنشال جيرز، مزبوط؟ ليش بحط ديفرنشال جيرز؟ السيارة الحقيقية هذا مش عجل واحد، لو انه عجل واحد ما في مشكلة، بس هدول عجلين الراديوس تبع هذا لهون بيختلف عن الراديوس تبع هذا لهون. فايش هذا بيقتضي؟ انه هذا بده يمشي بسرعة، يلف بسرعة أقل من سرعة هذا. إذا أجبرنا هذا إنه يلف بسرعة أقل من سرعة هذا، إيش المشكلة اللي راح تصير؟ أو راح يهترئ، مع الوقت هذا العجل راح يهترئ أكثر من هذا، هذا راح يلف، أو بجبر العكس إنه هذا يلف بسرعة أعلى، فراح يصير في عندي اهتراب. فإيش طلعنا؟ طلعوا فكرة ديفرنشال جير. ديفرنشال جير بيسمح لهذا العجل إنه يلف بسرعة أعلى من هذا العجل بحيث إنه ما يصيرش في عندي اهتراب في العجلين. طبعًا كمان أحد الأشياء المهمة المفيدة بهدول العجال إنه هو الفريكشن بهذا الاتجاه، مظبوط؟ والفريكشن بهذا الاتجاه هو بمنع السيارة انها تطلع لما تكون تلف عمالها على منعطف. هذا التراكشن اللي هون بيمسك السيارة هاي في مكانها. هذا البايسيكل موديل مبني في الروبوتكس تول بوكس في هذا الموديل. هذا هون عامل هو موديل، وراح ادخل انا على البايسيكل موديل نفسه. هاي البايسيكل موديل للفيكل نفسها، احنا طالبين الفيكل انها تروح من مكان لمكان ثاني. فاذا بنطلع على هذا الموديل راح نطلع تحت الماسك. هلا اذا طلعنا تحت الماسك في عندي هون، انا طالب داخل عندي هون سرعه في وجاما، وهو راح يعطيني اكس واي لهاي السياره وثيتا. وهون عم نعمل ليميتنج على الفيلوسيتي. هي هذا ايش البلوك هذا اسمه؟ ساتوريشن موديل. بقول انه الماكسيمم فيلوسيتي السياره لها ماكسيمم فيلوسيتي الى الامام ولها ماكسيمم فيلوسيتي الى الخلف، والاكسلريشن كمان في عليه ليميت، فهذا اسمه هون سلو ريت. فبنعمل ليميتيشن على الاكسلريشن والفيلوسيتي لهذا السيستم. وبعدين عندي هون الزاويه اللي بعملها بحققها في ستيرنج انجل. كمان ستيرنج انجل في عليها ليميتيشن، بقدرش الف في الزاويه اكثر من قيمه معينه او مكان معين. ال اظن اللي هو المسافه ما بين العجلات. هلا هون في حسابات معينه بحيث انها تعطيني طلع لي. فهذا هون عباره عن موديل، اذا متذكرين الموديل تبع الغرفه الهيتنج تبعت الروم في الفازي. هون احنا اخذنا الاساسيات تبعت هاي السياره تبعت البايسيكل موديل. كيف ممكن انا اغير من في وجاما؟ لو حطيت في معينه على العجال او على السياره وجاما معينه بستيرنج ويل، وين بصير بعد فتره اكس وواي وثيتا؟ كيف السياره تتحرك؟ هذه فكرته ذكيه جدا، لانه انا هذا بسكره الان كبلوك، صار يمثل بلوك اذا بدخل له في وجاما للسياره، بعد فتره معينه بقول للسياره هي وين صارت من ناحيه اكس وواي وثيتا. رح ناخذ مثال هلا هون، رح اعمل له رن بس حتى نشوف في مثال معين. بدنا ننتقل من نقطه لنقطه ثانيه. انا كان المفروض اعمل له يمكن رن من هون. خلينا نحاول اعمل ران من هون. هي هذا بيستعمل نفس الموديل اللي هون. هلا الجول انه نوصل، هي موبايل روبوت، موبايل روبوت عم نعطيه جول، بده يوصل جول معين. الجول هذا محدد ب 2 دايمنشنال سبيس، اكس واي بوز. هذا الجول تبعنا، لازم ايش نعرف حتى نقدر نروح على الجول؟ وين احنا موجودين اصلا؟ وستارتنج اللي هو 5 و9 و0، فالبوز تبعنا 0، 0 بعرفش ايش بكون 0 هيك، او هلا بنشوف ايش البوز الاصلي، والاورينتيشن والبوزيشن تبعنا هو 5 و9 بالاكس والواي. اذا بدنا ننتقل من هذا البوزيشن او من هذا البوز
لهذا البوز اللي موجود هون اللي هو 5.5 باي على 2. المفروض عم بعمل ران. هلا ما دخلتش بتفاصيل الموديل كله، هي احنا اخذنا البايسيكل موديل تبع الروبوت نفسه حطيناه في داخل هاي بحيث انها ترسم تحركه من المكان لمكان وترسم البوزيشن الجديد. هاي مثلا هون راح تشوفوا في دايركشن عندنا دايركشن بلس 1 وماينس 1 بتحرك للامام او للخلف. بعدين كمان في تشيكينج فانكشن هون تعمل تشيكينج انه انا وصلت البوزيشن تبعي المطلوب او ما وصلت. معرفش ليش اعطاني ايرور، خلينا لا هي عم بعمل. اشتغل معي قبل شوي، خلينا نحاول اعمل له رن من هون مرة ثانية اشوف. ما هو هيك انا خليته يعمل قبل شوي بس هذا، خليني اجرب مرة ثانية من هون. لازم نعمل هذا ستوب. نجربها من هون مرة ثانية. اوكي. اعطاني هو مش كامل هون، بس اعطاني هاي البوز الاصلي. النقطة الأصلية اللي كانت 5 و 9 هي 5 وهي 9 وانتقل لهون أظن صار البوز تبعه هيك وصار ب 5 5. هي رسمه كامل هون مع البوز تبعه، هي رسمه هون البوز تبعه.